ممكن نحد من الفكر المتطرف بنعمل مجلس كامل بس عشان يوعي الشباب، خصوصا لأعمارهم من 18 لغايه 35، بنعطيهم افكار جديده كيف انه يشتغلوا اكثر على تطور التكنولوجيا، شو عم بيصير في بالدنيا اكثر مع اكثر من دون انه له دخل بالدين، وبلس انه يفرجوهم انه ايش شو عم بيصير بالعالم، انه احنا اصلا عندنا الدين متسامح اكثر من انه هو اي شيء دخل فيه بالافكار الارهابيه. اللي عنده فكر متطرف انه صراحه لازم يفكر مرتين وثلاثه، لانه هذا بالدين ما عندنا اياه، وثاني شيء لازم يفكر يقرا اكثر عن الدين اللي هو احنا اللي نزلنا بالكتب السماويه كلها، سواء اي كتاب سماوي نزل بهالدنيا معروف انه احنا عندنا الافكار هاي مش موجوده كلها، فهي كلها اختلقت وعملت منها المشاكل الارهابيه.